لو لعبت زهر وتبدلت لحوال. صحة نادين نسيب نجيم تنتكس من جديد بعد أيام على خروجها من المستشفى وما حصل معها لا يصدق. كانت نادين أقلقت الجمهور على صحتها مؤخرا، نقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، واليوم عادت لتنتكس صحتها من جديد. كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن أنها عادت لتعاني من المرض وتحديدا بعد إصابتها بالرشح القوي. وكتبت نادين على صفحتها الخاصة على تويتر: صباح الخير، بالنسبة للفلو يلي ما عم نعرف نخلص منه مش عم صدق انه رجعت انتكس. وكانت اقلقت نادين الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى منذ ايام نتيجة تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة. وكشفت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها انستغرام عن إصابتها بالرشح القوي، إذ كتبت: ما مش الحال إلا هيك، شو هالجريب القوي، طالبة من المتابعين أخذ الحذر والوقاية الكافية، إذ تابعت: انتبهوا كتير عم يجي قوي وبهد الجسم. ومن ناحية أخرى تحرص الممثلة نادين نسيب نجيم على التفاعل مع أجواء كأس العالم المقام حاليا في قطر. وكان لافتا لها تغريدة كتبتها يوم أمس على صفحتها الخاصة عبر تويتر، قالت فيها: إن شئت لا تدور عليك الدوائر فلا تفضح مستترا ولا تشمت بعاثر ولا تسخر من مبتلى وما تشمتوا ببعض بالمونديال، يوم معك ويوم عليك. هذه التغريدة ربطها البعض بخسارة المنتخب السعودي يوم أمس أمام المنتخب البولندي، وهو الأمر الذي أوضحته نادين في ردها على إحدى الحسابات: بدي أعتذر منك، أنا ما قصدت فريق معين، حكيت عن جميع الفرق من ضمنهم الألمان والبرازيل والكل، ما تقولوا شي أنا ما قلته، ما تاخدوا كلامي بغير اتجاه، عم بمزح مع فانزيتي والتويت تبعي منه مكتوب هيك. ويشار إلى أن نادين كانت قد أعربت عن رفضها لما قام به لاعبو المنتخب الألماني يوم أمس، وتحديدا كم أفواههم أثناء التقاط الصورة التذكارية في بداية أول مباراة لهم في كأس العالم في قطر، والذي اعتبره الكثير رسالة دعم للمثليين بعد رفض قطر والفيفا ارتداء أي شارات أو علامات خاصة بهم. كتبت نادين على صفحتها الخاصة عبر تويتر: صح انه بشجع منتخب ألمانيا من سنين لانه بحب كيف بيلعبوا، بالنهاية هيدي رياضة المفروض تكون محايدة عن كل شيء، بس واجب عليهم يحترموا ثقافة وعادات وقوانين البلد يلي مستضيفهم عم يلعبوا على أرضه، مثل ما هن بيفرضوا على غيرهم قوانينهم وثقافتهم، وهيدا المنطق المفروض يتطبق على الكل.